للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك محمد، إذا نبدأ طبعا بالوضع الميداني على الأرض وما يعني يتم توفره من أنباء تتحدث عن تقدم روسي في إقليم دونباس بصفة عامة وتراجع أوكراني، حتى يعني هذه التصريحات خرجت عن أوكرانيا. ما هو الجديد في هذا الشأن؟ ما مدى التقدم الروسي في دونباس؟ شادي، وفق التقارير العسكرية الأوكرانية تقول بأن الصراع يتعزز يوما بعد يوم، وخلال الساعات الماضية تركز في ربما في عدد من المدن الرئيسية. الحديث هنا يتم عن مدينة ليمان في منطقة دونيتسك، وكذلك عن مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة لوهانسك. هناك وفي محور هاتين المدينتين يدور قتال شرس بين القوات الأوكرانية والروسية، إضافة إلى القصف الكبير الذي ربما كما يقول الجانب الأوكراني تشنه القوات الروسية على موقع القوات الأوكرانية في جميع خطوط الدفاع وفي جميع خطوط التماس في إقليم الدنباس. طيب محمد، يعني فيما يخص اتفاقات أو مباحثات السلام أو المفاوضات بين الجانبين، فهناك الحقيقة اتهامات متبادلة بين الطرفين، بين روسيا وأوكرانيا، في من هو المسؤول عن تعطيل أو عدم نجاح هذه المفاوضات. ماذا يقول الجانب الأوكراني تحديدا في هذا الشأن؟ نعم ليهام، كما ذكرت هي ربما عدم ثقة مزدوجة بين الجانبين، تدل ربما على بعد الرؤى في إيجاد حل لهذه الحرب. الجلوس على طاولة المفاوضات بالنسبة للجانب الأوكراني بات يتركز فقط وبين الرئيس زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ذكر الرئيس الأوكراني بأن بوتين وحده هو من لديه القرار ومن يمكن الجلوس معه لإيجاد حل لإنهاء هذه الحرب. طبعا يبدو أن الفريقان متباعدان، والمفاوضات الآن كما نعلم متوقفة على مختلف المستويات، حتى ذلك المستوى الفرعي الذي كان يتعلق بعمليات الإجلاء والأمور الإنسانية الأخرى قد توقف بشكل كامل. وبدأت الآن الدعوات الأوكرانية للجانب الروسي لإجراء لقاء بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي، طبعا دون شروط مسبقة وبهدف واحد ووحيد كما يقول الجانب الأوكراني، هو وقف إطلاق النار في جميع المناطق الأوكرانية. لكن يبدو أننا أمام منعرج في منطقة الدنباس، والمعارك الدائرة هناك يبدو أنها هي من ستحدد مسار المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي. وهذا أيضا يعني هو مربط الفرس محمد، عندما يعني تتقدم القوات الأوكرانية في أي مدينة في أوكرانيا يبعد الحديث عن المفاوضات، أما عندما تتقدم القوات الروسية في مناطق بعينها كدونباس الآن على سبيل المثال، تخرج تصريحات أوكرانية تتحدث مرة جديدة عن احتمالية إجراء مفاوضات، وأن الرئيس الأوكراني يريد مقابلة الرئيس الروسي بشكل مباشر. نعم، هي بالنسبة للقضية الأساسية الآن، والصراع كما نعرف أنه بات يتركز في المنطقة الشرقية، فإذا أخذنا الآن هناك ربما تقدم كبير جدا للقوات الروسية الآن في منطقة لوهانسك، وصار بإمكانها ربما في حالة السيطرة على مدينتي سيفيرودونيتسك وكذلك ليسيتشانسك أن تعلن سيطرتها بالكامل على مقاطعة لوهانسك الأوكرانية، وبذلك يمكنها إعلان ما يسمى بالحدود الإدارية للجمهورية غير المعترف بها جمهورية لوهانسك، وإعلان نصر ربما كما يقول الجانب الأوكراني هو نصر للجانب الروسي، ويمكن إعلانه للشعب الروسي على أنه نصر. طبعا بالنسبة ما علاقة هذه بالمفاوضات، كل ما يجري الآن في إقليم الدنباس له علاقة كبيرة بالحوار الخاص بين الجانبين، ولذلك ربما نرى الآن هناك دعوات من الجانب الأوكراني لتعزيز قدرة الجيش الأوكراني بأسلحة هجومية، يعني أسلحة بعيدة المدى
تمكن من ضرب المراكز الأساسية للجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية في البعيد، وكما قال ميخايل بودولياك المستشار بالرئاسة الأوكرانية بأن بلاده تحتاج هذه الأسلحة في إطار معركة الدبابات كما تسمى في إقليم الدنباس، لأن الفارق شاسع بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية هناك. المفاوضات في الحقيقة وفق القراءات الكثيرة للعديد من السياسيين والخبراء هنا يستبعدونها في الوقت الراهن، باعتبار ربما روسيا تريد كما يقولون أن تحقق نصرا ومن ثم تضع شروطها على الجانب الأوكراني. محمد، كان هناك أيضا اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني تحديدا حول تعزيز الدعم الدفاعي يعني المقدم لبلاده لأوكرانيا. ما هي التفاصيل في هذه الجزئية، أو ما الذي تنتظر أوكرانيا من بريطانيا في هذا الشأن؟ طبعا إذا تحدثنا عن اتصال الذي كان بين زيلينسكي وجونسون، هو تطرق إلى ربما 3 أو 4 مسائل رئيسية، وكما ذكرت أبرزها هي مسألة الدعم الدفاعي والعسكري لأوكرانيا. المسألة الثانية هي المتعلقة بقضية رفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية وإمكانية تصدير منتجات الحبوب الأوكرانية. المسألة الثالثة هي قضية دعم أوكرانيا لمواجهة أزمة الوقود التي هي أزمة في الحقيقة وإشكالية كبيرة الآن هنا في أوكرانيا. والمسألة الأخرى هي مسألة الضمانات الأمنية التي تعتبر بريطانيا بالنسبة للجانب الأوكراني من الدول المهمة التي يجب أن تكون من الدول الضامنة للأمن الأوكراني في حال اتفاق على المفاوضات مع الجانب الروسي. في المسألة الدفاعية يبدو أن بريطانيا هي واحدة من أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا عسكريا وكذلك فنيا وعمليا من خلال تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الجديدة التي تقدمها بعض الدول الغربية لأوكرانيا. الدور البريطاني أيضا تحدث اليوم عنه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وقال بأن الجانب البريطاني كانت له مساهمة واسعة في الحصول على الأسلحة المدفعية من عيار 150 ملمترا التي ربما عززت بها القوات الأوكرانية أو تعززت بها القوات الأوكرانية خلال المرحلة الراهنة. الآن النقطة الثانية التي يذهب إليها الجانب الأوكراني بعد حصوله ربما على ما يكفي من الأسلحة الدفاعية هو أن يكون هناك دور للجانب البريطاني، سواء بتقديم هذه الأسلحة البرية الهجومية كما يقول الجانب الأوكراني، أو إقناع الحلفاء الغربيين والأوروبيين بتقديم مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا. الدور البريطاني مهم جدا،